السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوه والاخوات الزلاز والفلاوان لكل الاحباب. رانا في طريق العوده من باريس الى لندن. رانا في منطقه اسمها اراس، مازالت واحد الساعه ونوصلوا للمونش ونركبوا هذاك القطار هذاك تاع تمرست باه نوصلوا. درنا 3 ايام تقريبا، يومين وثلاث ليالي في سعي مستمر حول المشروع تاعنا. عملنا اجتماعات مع ناس، لكن مع الاسف الشديد نعطيكم برك الرد، احنا اوني ديسو 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 ديسو. علاه؟ محصله انه مازال بعض النخبه والجزائريه والنخبه اللي تحوس على التغيير. دوك خلي عادل يفهمكم في واحد النقطه، والنخبه اللي تحوس على التغيير وعندها الفلوس. انتم تعرفوا انه العمل النضال كما كل عمل، يعني قالوا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. لاي حاجه تخدمها لازم لها الادوات نتاعها، والنضال لازم له الادوات نتاعها. وانتم ماكم تعرفوا هذه القصه، يعني حتى حركات التحرر في كل العالم، يعني اللي كانت تناضل ضد الاستعمار وكذا، كمثال فقط، يعني لو كان ما كان لهاش المال والسلاح وكذا ما كانش قادرة تناضل يعني. وهكذاك الحركات السلمية لازم لك دائما أدوات النضال، باه تنشر، باه دير جريدة، باه دير تلفزيون، باه حتى تحب تدير يون مارش، تحب تدير ليزافيش، هذا كل دراهم والناس كل فاهمين. هذه احنا مازلنا التضامن مازال ناقص، وهذا واش شفناه من زيارات تاعنا السابقه والحاليه. مازال الايديولوجيا لاعبه على الناس، مازال النقاشات التافهه، وانا وعادل مازلنا في السعي نتاعنا المستمر. انا راجعين وغدوه نرجع لللايفات نتاعي ونستمر في النضال بالوسائل اللي راه موجوده عندنا حاليا حتى يجي شيء جديد. هذا واش حبيت نقول لكم فقط، وربي يهنيكم وشكرا لكل الناس اللي راهم مازالوا يدعموا فينا ومازالوا ممنين بهذا المشروع تاع المدار، اللي هو حجره واحده من احجار كثيره في هذا البناء نتاع النضال من اجل التغيير في الجزائر. يعني رانا نديروا شيء اللي نقدروه في الكوان تاعنا، وكاين ناس اخرين هم يناضلوا في المسيرات، يناضلوا انديفيديوالمون بالكلام تاعهم، كلام الحق في تويتر، في اليوتيوب، في الفيسبوك، كل واحد واش يقدر. نحن مستمرون، رانا على العهد باقون ان شاء الله. ربي يهنيكم ويهديكم عاد. السلام عليكم مازال في الاول، ان شاء الله تكونوا بخير. يعني سليم خلى لي حتى شيء نقوله. الحاجه المليحه انه يعني كي جينا باريس شفنا احبابنا، شفنا جماعه، حتى سليم كان معروف في قناه كارل بند عمل تبعوهم. لكن الشيء الجميل اننا قدرنا نحضروا جنازه المرحوم المجاهد الطبيب صادق هجر، مشينا للمستشفى وتلاقينا عائلته وابنائه وقرينا الفاتحه على الجثمان تاعه. يعني كانت حاجه نقطه مهمه، وشفنا كل التيارات اللي كانت موجوده هناك، كانوا الاسلاميين واليساريين والوطنيين كلهم. يعني كان عندنا فرصه ان نلتقينا بوجوه ما شفناهاش عندنا مده. لكن في قضيه المشروع كما قال سليم، كنا يعني جد متاسفين من حيث الناس والنخبه، خاصه النخبه اللي عندهم الامكانيات وقادرين يعاونوا الجزائر يخرجوها من الهم اللي راهي فيه. المهم تضامننا يبقى دائما مع السجناء وعائلات السجناء خاصة، وفرحان كذلك لإطلاق سراح المحامي الفذ منير غربي اللي نحيوه من هذا المنبر، ونتمناه كذلك أنه يرفع الظلم على باقي المعتقلين، على حكيمة صبيحي، دكتورة حكيمة صبيحي، كذلك هي راهي مهددة بالسجن. المهم نظامنا يبقى مستمر، ونشكركم على المتابعة والدعم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. فيديوهات أخرى إن شاء الله راهي جاية، ونعطيكم الجديد في كل مرة. يلا الله يبارك فيكم الأخوة الأعزاء.